احنا رايحين لمصر، كنا رحنا علاجيه ورحنا كنا خلال هذا الشهر، هسه رجعنا حزونا بكركوك، والحاله يرثلها، وهل شوفون الوضعيه قدام، ولا طبيب مرنا من البارحه الساعه 1 بالليل الى حد يومنا هذا الساعه 4:30، والناشدكم والناس المحافظ قائد عمليات انه يجري لنا اجراءات بتحويلنا على الموصل، لان الوضعيه ما تطاق. وثاني شيء عندنا مرضى وعندنا عمليات، احنا ما رايحين للسياحه، احنا رحنا مرضى عندنا، واحنا عددنا 14 نفر، ناشدكم بكل الاشياء انه تجوا.